حضرتك انا اقسمت فانا لازم اقول الحقيقه. انا شخص اتعود طول عمره ان هو يرمي مشاكله على اللي حواليه وانه يتهم اللي حواليه بان هم اسباب فشله. والست دي انا سبتها معايا كتير وياما اتهمتها ان هي كانت سبب فشلي في حاجات كتير. بس الحقيقه انا يمكن ربنا يكون ما رزقنيش باولاد. بس اعتقد ان لو كان ربنا من عليا بنعمه الاولاد ما كنتش هلاقي لهم ام احسن من ليلى. اقصد مدام ليلى. شغلك يا واطي يا حقير يا ندم، دفعت لك كام عشان تبيعنا؟ ليها حق تتجوزك وبعدين ترميك وتسيبك تفوق على ارضك مش كده؟ لا حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، مع بعض كل اللي عملته فيك يا واطي، برضه ما تروح تشهد معاها، اشتري سمتك بايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك. صلي على النبي، صلي على النبي. الصلاة والسلام يا عم مخلوف، ولا يهمك يا حبيبتي، ربنا معانا. ربنا معانا إن شاء الله. تعالي هنا. انت فاكره ان انا هسيبك؟ انا والله العظيم ما هسيبك. سيبني يا بابا. كده مش كده؟ سيبني يا بابا. يا بنتي مش كده؟ تعالي هنا. بلاش فضايح. تعالي اطلعي وكلميني. انا كدا. مش هسيب بنتي تتربى مع واحده زيك. سامعة؟ ايه هبقى؟ انا مش هسيب بنتي. بقول لك مش هسيب بنتي مع واحده زيك. يلا 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 خلاص خلاص. ايه يا ولاد الكلب؟ مفيش حد ملوش سعر، كله بيتباع. بعد ما حبسته وبهدلته وضيعت له مستقبله يروح يشهد معاها الواطي؟ علشان ملوش مستقبل يقدروا يشتروه. بس على فكره اللي عملتوه ده ما يلاقيش بناس محترمه. هما اللي مش محترمين. ايوه بس اللي بانوا قدام الناس ان هما متربيين وكويسين واحنا اللي شلق. لا نزلوني هنا بقى، انا دمي اتحرق بصراحه يا بابا. خلاص يا جميله معلش. ايه خلاص اسكت. انا غلطان لاني عجزت ومخرف. بس بكر ده دماغه توزن بلد. طبعا هو كويس عشان انا اللي جايباه، وبعدين ده بفضل توجيهاتي ليه. هو من غيري يبقى زيه زي الست العبيطه اللي جايباها الاكس وايف بتاعتك دي. معلش ما برضه تلاقيها جايه تبرع. تبرع بقى ولا مش تبرع؟ قال لي قول يا اتش، ايه رايك بقى في الشرشحه اللي عملتها الزوجه السابقه لحضرتك قدام المحكمه؟ يا وانت لو مكانها كنت هتعملي ايه؟ انا مستحيل اخلي حد يخليني مكانها ابدا. انا بصراحه خايفه قوي يا فردوس. عندك حق يا جميل. عندي حق؟ ده انا بقولك كده عشان تطمنيني تقولي لي عندك حق. ما هو اللي اسمه بكر ده مفيش اوسخ منه، خصوصا لما يتلم على ليلى دي وفلوس وخراب زمن وفساد ملوش اخر. يعني بنتي ممكن تتاخد مني؟ ان شاء الله لا، بعينهم. طب امال هتعملي ايه؟ بقولك ايه، تعرفي حاجه تانية غير اللي قدمناها في المحكمه عن جوزك؟ لا بس بصراحه انا كمان مش عايزه اخبط فيه اكتر من كده عشان خاطر البنت، لكن ليلى دي بقى هتتحرق بجاز. طب تعرفي حاجه عن الخاريه دي؟ لا ما اعرفش حاجه غير اللي انا قدمتها لك، بس ممكن احاول. هتقدري؟ المسخره دي لازم تنتهي. قول لاختك تشغل مخها وتسيب البنت تتربى كويس. بنتها يا ناس. انا مش فاهم القذاره توصل بيه ان هو يركب صورها كده، يركب صور ام بنته بالشكل ده اكنها رقاصه درجه ثالثه. لا بصراحه في دي هي اللي ابتدت. الست مجروحه، لما عملت كده كانت مجروحه، كان عندها حق لما لقيت الكل اتخلى عنها. حتى لو ليلى عملت كده ازاي اسكت لها؟ انت ايه اللي فكرك بالموضوع ده؟ كريم لسه قايل لي. ازاي وانتوا اخواتها الرجاله بتسكتوا على ليلى دي والصور اللي ركبتها لاختكم؟ ازاي؟ الموضوع هيجنني. وبعد ما جننك؟ مش عارف اعمل ايه. اديها بالجزمه يا اخي، على فكره هتبتدي تنزل من نظري، ما هو كمان التنازل له حدود. انا لو اتكلمت معاها هتقولي التانية هي اللي ابتدت. ما هي لما بدأت انت قطعت جميلة وساعدتهم وغيرت صالون الشقة كمان. مش اوفر شوية موضوع الصور ده يا ليلى؟ وانا مالي؟ حاجة ما تخصنيش خالص. انا ماليش علاقة بموضوع الصور ده خالص. امال بابا نويل يعني هو اللي جابهم لك؟ انا بنفسي شايف عبد الله وهو داخل بالظرف. بس ده مش اكتر من بوسطجي. يعني بقى شغل محامين مع بعض. زي المحامية بتاعت الست اختك كده ما عملت فيا. مين يعني يكون اللي عمل كده؟ مفيش غير انه حد يكون كان بيشتغل معاها في الاوبرا. نورت الدار كله. الله يسلمك، ميرسي قوي. اوعى يكون حد زارها وانا مش موجود. هو انا عبيطه ولا ايه؟ لا طبعا. ده انا ممكن اطير رقبتك فيها. خفيش، اتفضلي.
يا حبيبتي. وحشتيني يا ماما قوي. انت كمان وحشتيني يا وانت جايه. صدقي ان انت برويه زي ابوكي. طب اتكلي انت بقى. شكرا. ماشي. وحشتيني. تعالي 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 يا حبيبة أمي. وحشتيني يا قلبي. وحشتيني. وحشتيني قوي. يهون عليك السمين ده كله. والله العظيم اتشغلت أنا. أسف. حقك عليا. والله العظيم وحشتيني. وحاسة إن أنا مش عايشة من غيرك. يا شيخة يا وانت جاية. أصل والله دخلت في شغل جديد ومواضيع كتير أحكي لك عليها بعدين. إيه وأنا عاملة إيه في الشغل؟ لا الحمد لله كويسه، بس في ناس كتير بتحاربني. سيبك من الكلام ده. عادي عادي عادي. سيبك من الكلام ده. انا جايبه لك بقى اكل ما حصلش. اكل من احلى مطعم في مصر، الكفته اللي انت بتحبيها. انا كنت سوا. بس قبل الاكل انا جايبه لك هدوم كمان. ايوه بس مش بدله رقص، انسى. اتفضل. في سواق بره اسمه عرفان عايز يقابل حضرتك. عايزني انا؟ ايوه يا فندم، سالته عايزك في ايه، قال حاجه مهمه ومش هيقولها غير لحضرتك. يا عبد الله تعالى لي، عايزك. دي وخليه يتفضل. امرك. خير. عبد الله انت عارف واحد سواق اسمه عرفان؟ ده الجدع ده اللي هو السواق بتاع عزيزه سلطان. طب قول له يدخل. مدام جميله. دكتور غنيم. ايه اللي جاب حضرتك هنا؟ انا سمعت عن حضرتك كتير وكان نفسي أقابلك من زمان، بس للأسف إن المقابلة الأولانية تتم تحت الظروف الوحشة اللي حضرتك فيها. طب اتفضل حضرتك في البيت. لا معلش أنا ما عنديش وقت. تحت أمرك. الحقيقة مدام جميلة أنت في مشكلة كبيرة قوي وبدأت تخسري القضية، وأنا مستعد أساعدك بأي طريقة. كتر خيرك. الكارت بتاعي أهو، لو احتجت أي حاجة في أي وقت أنا تحت أمرك. متشكرة جدا. عفوا يا فندم. تصبح على خير. أنت من أهل. لا كده بقى احنا لازم نستفيد من العداوة اللي بين هشام والدكتور غنيم ده. ايوه بس خلوا بالكم العداوة دي ممكن تخليه يدعي على هشام بحاجات كدب ومحصلتش. يعمل اللي هو عايز يعمله يا بابا، احنا مالنا. يعني ايه احنا مالنا؟ ما هو انت كده لو مشيتي ورا كدبة ممكن تضيعي مجهودك ويطلع في الاخر على فشوش. عم مخلوف عنده حق يا جميل، بس احنا برضو الراجل ده محتاجينه، ده يعرف حاجات كتير قوي عن المستشفيات وعن فسادها، عمرنا ما هنعرف نوصل لها من غيره. لا مدام الحكايه فيها كشف فساد بقى انا معاك. اديني بس انت نمرته وسيبيني انا هتصرف. ايه النمره ايه؟